إحصائيات جميع مواقع التواصل الاجتماعي في سنة 2020، يحتاج المسوقون في بعض الأحيان فقط إلى الأرقام بداية كل عام، حيث تعني السنة الجديدة الكثير من الأشياء، تغييرات جديدة في الحياة وفرص جديدة وفرص لتغيير الحياة والتسويق وحملات تسويقية جديدة للتخطيط. إن الطاغوت المعروف باسم وسائل التواصل الاجتماعي يكبر من عام لعام، وبسبب ذلك تتحول التركيبة السكانية معها، وفي النهاية يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بالأرقام المهمة قبل الحملات التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تحقيق عائد استثماري على المدى الطويل. هنا في هذا الفيديو قمنا بتجميع إحصائيات عن التركيبة السكانية إن صح التعبير لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تحسينها بأهم البيانات التي تحتاج إليها معرفتك عن جمهورك وتشكيل شخصيتك الإلكترونية لسنة 2020، بما في ذلك كل شيء من إنستغرام إلى تيك توك. أولا الفيسبوك، يستخدم فيسبوك أكثر من 2 مليار مستخدم. مستخدمو فيسبوك هم 74% إناث و62% ذكور. الفئة العمرية الأكثر شيوعا لمستخدمي الفيسبوك من 18 إلى 29 عاما بنسبة 81%. يتواجد 75% من مستخدمي الفيسبوك في المناطق الحضرية. 96% من مستخدمي فيسبوك يقومون بالوصول إلى فيسبوك عبر الأجهزة المحمولة. 269 مليون من مستخدمي فيسبوك متواجدون فقط في الهند. 77% من مستخدمي فيسبوك البالغين هم خريجي الكليات الجامعية. متوسط الدخل لمعظم مستخدمي فيسبوك يتراوح بين 30 ألف و49 ألف دولار في السنة. ثانيا الإنستغرام، مستخدمي الإنستغرام هم 39% إناث و30% ذكور. الفئة العمرية الأكثر شيوعا بين مستخدمي الإنستغرام هي الأعمار بين 13 و17 عاما، وتمثل 72% من مستخدمي الإنستغرام. يتواجد معظم مستخدمي الإنستغرام في المناطق الحضرية بنسبة 42% من مستخدمي الإنستغرام، ويتوزع الباقي بين 34% في ضواحي المدن و25% في القرى. لدى إنستغرام 600 مليون مستخدم نشطا يوميا. يستخدم إنستغرام أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا. يتفاعل مع القصص في إنستغرام 500 مليون مستخدم نشط. 42% من مستخدمي إنستغرام هم من خريجي الجامعات. 60% من المستخدمين يقولون أنهم يكتشفون منتجات جديدة عبر الإنستغرام. ثالثا اليوتيوب، 81% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و25 عاما يشاهدون فيديوهات عبر اليوتيوب. عدد المستخدمين الشهري في اليوتيوب يتجاوز ملياري مستخدم يقومون بتسجيل الدخول إلى منصة يوتيوب. 15% من زيارات يوتيوب تأتي من الولايات المتحدة. 73% من البالغين يشاهدون مقاطع فيديو عبر اليوتيوب. التويتر، يحتوي تويتر على أكثر من 330 مليون مستخدم نشط شهريا. الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي بها أكثر مستخدمي تويتر في العالم، حيث تبلغ 48 مليون مستخدم. مستخدمي تويتر هم 24% ذكور و21% إناث. وفقا لبيانات تويتر الداخلية، يعتبر تويتر هو النظام الأساسي الأول للاستكشاف. 32% من مستخدمي تويتر لديهم متوسط دخل يبلغ 75 ألف دولار سنويا. 27% من مستخدمي تويتر تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما، و29% من مستخدمي تويتر يعيشون في المناطق الحضرية. السناب شات، تفيد تقارير سناب شات بأن 38% من جمهور سناب شات حصريون على التطبيق بالمقارنة مع فيسبوك أو انستغرام، أي أنهم يستخدمون سناب شات ولا يستخدمون انستغرام.
لدى سناب شات 210 مليون مستخدم نشط يوميا، 24% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لديهم حساب على سناب شات، 73% من مستخدمي سناب شات تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. يقوم حوالي 46% من البالغين في الولايات المتحدة بتصفح سناب شات عدة مرات في اليوم. وأخيرا التيك توك. إن التيك توك متاح في أكثر من 150 سوقا ب75 لغة. هناك 500 مليون مستخدم نشط شهريا على التيك توك، يتوزع مستخدموه بين 55% ذكور و44% إناث. الفئة العمرية الأكثر شيوعا لمستخدمي التيك توك هم مراهقون، متوزعون بين 21% ذكور و18% إناث. تعتبر كمبوديا السوق رقم واحد للتيك توك في قارة آسيا. نصف مستخدمي تيك توك تقل أعمارهم عن 34 عاما. يبلغ متوسط دخل 37% من مستخدمي تيك توك البالغين أكثر من 100,000 دولار سنويا. 41% من مستخدمي تيك توك هم من المراهقين.